خطة التدريب السنوية. في مجموعة بريد الإمارات نهتم بتدريب موظفينا وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وتقوم خطة التدريب السنوية في المجموعة على 4 محاور رئيسية. خطة التدريب الداخلية، وتشمل جدول البرامج التدريبية الداخلية التي ستعقد على مدار العام ويمكن الحصول عليها من خلال الشبكة الداخلية أو منصة المواهب. التدريب الإلكتروني، جميع برامج التدريب الإلكتروني متوفرة على منصة المواهب في اللغة العربية والإنجليزية. المشاريع والمتطلبات الخاصة، وتشمل أي مشاريع تدريب أو تطوير تطرح على مدار العام من الممكن لجميع القطاعات والإدارات المختلفة مخاطبة فريق التعلم والتطوير في حالة الرغبة في عقد برامج متخصصة لم يتم طرحها من خلال خطة التدريب والتطوير الداخلية. خطة التدريب الخارجية، وسيتم النظر في الطلبات للتدريب الخارجي وحسب معايير الترشيح المعتمدة في الموارد البشرية، التعلم والتطوير. منهجية التدريب، ولأننا نسعى لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أرقى مستويات التعلم والتدريب لموظفينا، نتبع منهجية متطورة للتدريب تعتمد على التعلم التطبيقي Experiential Learning، وهو التعلم المبني على الحالات العملية والتطبيق بشكل مستمر، بحيث يتم اكتساب المعرفة من خلال عقد الحالات العملية والممارسة المستمرة وعقد البرامج على أسس المشاركة والحالات العملية. التدريب النظري، وذلك عن طريق الشرح النظري لكل ما هو حديث في كل برنامج حسب التخصص، وعرض أفضل الممارسات العالمية في موضوع التدريب وورش العمل. بناء الفرق، العمل كمجموعات لتنفيذ أهداف محددة لخلق مناخ عمل ناجح وبناء الثقة بين أفراد المجموعة، وتوضيح سمات فرق العمل والفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي. أدوات التعلم والتدريب، ولتحقيق الاستفادة القصوى تحرص المجموعة على استخدام أحدث الأدوات للتعلم والتدريب العالمية المواكبة لرؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث نقوم بعقد التقييم في بداية ونهاية البرنامج من أجل قياس التطور في المعرفة للدورات التدريبية وقياس سعادة المتدربين من خلال نماذج التقييم الذكية وبمنهجية واضحة عند انتهاء الدورة التدريبية. نسعى دائماً في مجموعة بريد الإمارات لتقديم الأفضل في التعلم والتطوير من خلال العمل بروح الفريق بمنتهى الأمانة والشفافية بحلول مبتكرة ومميزة لإسعاد المتعاملين الداخليين والخارجيين. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني smartlearning@epg.gov.ae.